السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. أنا من الناس اللي بيحبوا الزرع جدا ومتعلقة بيه، بحب أتابعه وهو بيكبر وبيطرح ورد، وبحب أتابعه وأسقيه وأشوفه بيكبر قدامي. النهاردة قررت إن إحنا كده مع بعض نزرع زرعة ونسقيها، وعلى آخر الحلقة كده تكون طرحت وردة جميلة، ورد بلدي إن شاء الله تبقى ريحتها جميلة. أهو آدي البوت بتاع الزرع موجود معانا أهي، آدي البذور، نحط البذور وبعدين طبعا لازم نسقيها. يلا فين الميه اهي، بنسقيها، بنروي طبعا البذور بتاعتنا عشان تطرح ميه. يلا فين بقى الثمره؟ مفيش ورد عمال يطلع فورا ولا حاجه، ليه كده؟ ليه الورد ما طلعش على طول اول ما رويت؟ انا مستنيه الورد. اصل احنا مش بنطبخ اكله، هنحط المكونات والمقادير على بعض ونقلبهم ونحط البشاميل ونحطها نص ساعه في الفرن تطلع علينا الطبخه وبالهنا والشفاء. لا، في حاجات في حياتنا بتحتاج مجهود وتعب واخلاص علشان وقت اللزوم تلاقي ثمره تعبك دي جنبك. وبصراحه واحنا في رحله الحياه المفروض ان نبقى شغالين طول حياتنا للحظه واحده، هي لحظه الحقيقه، لحظه الموت. المفروض اننا طول حياتنا عمالين نزرع في زرعنا ويهتمنا بيه ورعناه وسقيناه، وبالتالي في اللحظه الحاسمه هيطرح ورد وفل وكل حاجه حلوه زي الورده دي كده. او للاسف ان احنا اهملناه وسبناه يدبل ولا سقيناه، وبالتالي في اللحظه الحاسمه مش هنلاقي غير الشوك والعيدان الناشفه، ربنا يعافينا. ده حسن الخاتمه وده سوء الخاتمه. حسن وسوء الخاتمه مش حدث بيحصل للحظة واحدة اللي هي لحظة الموت، لأ، حسن وسوء الخاتمة لحظة بتلخص مسار حياتك كله. ما ينفعش تبقى عايش طول حياتك بطريقة معينة ولما تيجي للحظة وفاتك تتغير الطريقة دي، مستحيل. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هو كان ينفع اني احط البذرة في الزرعة تطلع ورد فورا، ولا لازم اسقيها واكبرها علشان اقطف الوردة بعد كده؟ ما ينفعش تبقى حياتك بعيد، كل حياتك بعيد قوي 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 عن ربنا، شرب لهو لعب، وتطلب من ربنا انك تموت وانت ساجد. ده حتى نظرية الاحتمالات اللي في الرياضيات بتقول ان طالما الموت بيجي فجأة يبقى بحسبة بسيطة نسبة انك تموت على حاجة معينة هتبقى هي اكتر حاجة كنت بتعملها في حياتك، وفي نسبة بسيطة دي طبعا في ايد ربنا، دي بقى في ايد ربنا لوحده بقى، رحمة ربنا. لو انت بتعمل عمل بينك وبين ربنا فربنا مش بيسيبك وبيجيبك منه. فكل واحد بقى مننا يبص في شريط حياته ويشوف ايه اكتر حاجة بيعملها في حياته، ويبقى متوقع ان ده الشيء اللي هيموت عليه فيلحق نفسه. لو انت بتقضي معظم حياتك بين وضوء وصلاة وسنن وماشي للمساجد واذكار ودعاء وعمل خير وصدقات واطعام واخلاق حلوة مع الناس ومدي للناس حقوقهم وصلة رحم وعبادات واخلاق مظبوطة، يبقى احتمالية انك تموت في اي لحظة من دول على حسن خاتمة بقت عالية جدا، او العكس صحيح، ربنا يعافينا. كل واحد عايش بحاجة هيموت عليها. احنا لسه مكملين معاكم مشاهدينا في سلسلة رحلة الى الدار الاخرة اللي بدأناها معاكم من اول رمضان كل يوم حد. اتكلمنا عن حقيقة الدنيا وعلاقتها بالاخرة، اتكلمنا عن الموت، والنهاردة هنتكلم عن حسن وسوء الخاتمة. موضوع مهم جدا، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة كلنا. اشوفكم بعد الفاصل. رمضان يا شهر التسامح، نرحم نكرم نسامح، سامحنا يا الله.